هذا الموسم تاع سيدي عبد الله القبيله قبات بني حمليل يتندار كل سنه يندار هذا الموسم تجتمع بجميع الاجناس جميع الاجناس الزنيه والناس تعرف هنا شحال من سنه ما تشوفهاش اليوم تشوفه شحال من واحد تشوفه كما اليوم وهذا الموسم دائما يدار كل عام كل سنه الموسم ديال سيدي عبد الله بن محمد يقام كل سنه في ما بين موا اوت موا ناف توجور وكيتلاحقوا فيه كاع القبائل مهايا هلانقاد ولاد سيد الشيخ ولاد سيدي علي بني زناسن ربان تقريبا كاع الخيالات ديال المنطقه الشرقيه فيني افيك ما بيل فامي بور فوار لا تراديسيون اون فيني توس انسام بور فوار سيت بوتي بارابور او Vous êtes nés et voilà, on est venu contempler un peu tout ça et voir ce que la tradition elle tient encore. Salam alaikum. Allah yahfadkoum awlidati, Allah yahfadha washab al-khayala li rahum hna yamshaqin ya'arqoun yashfoul la'atihum s-sitr li mabla wala yakhsar. Wallah yahfad malikna Mohamed VI. والله يعطيهم النور جينا لهاد الوعده تبارك الله ما شاء الله فات النهار زوين الخياله تبارك الله لعبوا ما شاء الله جينا من فرنسا باش نشوفوا هاد الجو ونتمنى ان شاء الله تفوت كل عام بخير وعلى خير والله ينصر سيدنا ولا